بعد احتلال ايران للاحواز العربية عام 25 و900 والف، دأبت سلطات الاحتلال الايرانية على طمس الهوية العربية للاقليم واحلال الهوية الفارسية مكانها. وقد استخدمت السلطات الايرانية من اجل تمرير هذا المخطط الشعوبي كل اساليب القمع والارهاب لمحو الطابع العربي عن اقليم الاحواز، ضاربة بالحقوق المشروعة للشعب الاحوازي والمواثيق الدولية التي تقضي باحترام هوية الشعوب عرض الحائط. ولنا ان نتساءل ما هو السر وراء العداء الفارسي للعرب وحضارتهم. الشيعة اكثر في ايران، ليش؟ لانه عمر الخطاب كسر خشومهم واذلهم، يعني امبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب اجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الاشراف وياخذون نسائهم بالالاف يجيبوها العمر يوزعها بنات الاشراف والنبلاء، يوزع على دول الهمج ويتونسون بيهن. هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح؟ ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. أما اللغة العربية فقد نالت النصيب الأعظم من المحاربة والتضييق، فعلى الرغم من أن الشعب الأحوازي ينتمي إلى قبائل عربية عريقة، إلا أن السلطات الإيرانية حرمت على الأحوازيين الدراسة باللغة العربية، فليس هناك مدارس ولا جامعات إلا المدارس والجامعات الفارسية، وهذا يعد تطهيرا عرقيا شرسا يمارس ضد العرب في إيران. وقد أدى هذا القرار العنصري الشعوبي إلى انتشار نسبة الأمية بين أبناء الشعب الأحوازي الذي يصر على عروبته ويأبى أن يستجيب لمحاولات التفريس المسعورة. ومن الخطوات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمحو الهوية العربية لإقليم الأحواز إصدار الصحف في الإقليم باللغة الفارسية، مع أن أكثر من 90% من الشعب الأحوازي من العرب الخلص. وقد قاموا بمنع تداول المطبوعات العربية وتقديم من يقوم بتداولها إلى المحاكمة باعتبارها من المحرمات التي يعاقب عليها القانون. ويا للعجب حينما تصبح لغة القرآن الكريم لغة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة الزهراء والأئمة الأطهار، تصبح لغة محرمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية زعموا. ومن الإجراءات التي اتخذوها أيضا في محاربة اللغة العربية الاستيلاء على جميع المكتبات الخاصة والعامة ونقل محتوياتها إلى داخل إيران، كما قاموا بإتلاف الكثير من الكتب العربية ورميها في نهر كارون كما فعل أسلافهم من التتار حينما استباحوا بغداد وألقوا بنفائس المخطوطات في نهر دجلة وما أشبه الليلة بالبارحة. ومن الحيل الشيطانية التي قاموا بها لمحاربة اللغة العربية أنهم منعوا العرب الأحواز من مراجعة جميع الدوائر الحكومية إن لم تكن المعاملات والتفاهم مع الموظفين باللغة الفارسية. كذلك فقد امتدت هذه العنصرية إلى محاكم النظام الإيراني، حيث لا تقبل شهادة أي عربي في المحاكم إن لم يتكلم بالفارسية. ومن ذلك أيضا أنهم قاموا بتغيير أسماء مدن الأحواز العربية واستبدلوها بأسماء فارسية، فمدينة الحويزة أصبحت بالفارسية دشت ميشان، ومدينة المحمرة أصبحت خرم شهر، والفلاحية تحولت إلى شادكان وهلم جرا،
حتى أسماء الأشخاص العربية لم تسلم من الإرهاب الصفوي الفارسي، فهناك قائمة بالأسماء الممنوعة مثل أبي بكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبير، عائشة، حفصة، وغير ذلك من الأسماء الطيبة الجليلة، في مخالفة صريحة لقوانين الأرض وشرائع السماء.